مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة. يعني ابتدينا المرة اللي فاتت واتكلمنا مع بعض، وعلشان الموضوع كان مهم وعشان ما لحقناش هنكمل النهاردة موضوعنا عن الحيوانات والكورونا. يعني كنا لسه مخلصين الحلقة اللي فاتت، وكنت بحاول قد كده أطمن الناس، ومن أول حقيقي ما خرجت، وده اللي خلانا نعمل حلقة تانية بسرعة. وعلى طول كان في اتصالات، والناس برضو كانت لسه قلقانة، علشان يعني لسه عندها توتر وقلق ان يبقى في اي مشكله من الحيوان وفيروس الكورونا، وان هو يبقى دور مساعد ان ينقل لنا الفيروس. علشان كده النهارده هنتكلم في الموضوع ده، وعايزين نحسمه مع بعض خالص، نرد على كل الاسئله. يعني عايزاكم تشاركوا معايا لو لسه بعد النقط اللي انا هطرحها وهنناقشها سوا في حد لسه عنده اي حاجه عايز يستفسر عنها، على طول يتصل بيا ويبقى معايا، ومعايا ضيوفي كمان هيساعدوني عشان نحسم الموضوع زي ما قلنا. عايزين الاول نقول زي ما احنا كنا بنقول كده، الناس كانت فضلت كتير قوي قلقانه، واللي ساعد في القلق ده ظهور دراسه تانية بتقول انه القطط حامله لفيروس الكورونا. ايه الكلام ده بقى؟ الدكتوره طلعت المره اللي فاتت واكدت لنا وقالت لنا مفيش حاجه، وما تتعاملوش بخوف، وخلوا الحيوانات بتاعتكم معاكم، وبلاش نفتح بيوتنا ونطلع حيواناتنا بره وبعد كده نلاقي دراسه زي كده. طيب، من زمان جدا، من قبل موضوع الكورونا ومن قبل اي حاجه، والقطط ليها الامراض الفيروسيه اللي بتصيبها، والكلاب ليها الامراض الفيروسيه اللي بتصيبها، وكل كائن حي ليه حاجات سبيسيفيك معينه هي بتجيله. في فيروسات معينه بتيجي للقطط وبتعمل لها مشاكل، سواء في الجهاز الهضمي، سواء في الجهاز التنفسي، سواء في اي حاجه. طيب وبعدين ايه اللي جد يا دكتوره؟ اللي جد ان هم لما في الدراسه ديت ابتدوا ياخدوا مجموعه من القطط لقوا انها حامله للمرض. طب وبعدين هل دي فيها مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله، لحد الكلام اللي احنا بنقوله ده ما فيهاش مشكله. ليه ما فيهاش مشكله؟ لان الازمه الحقيقيه مش انها تبقى حامله للمرض، ومش من هنا بتكمن الخطوره، لانه الخطوره الحقيقيه ان هي تقدر تنقل المرض ده، او يبقى فيه خطوره انها تنقله للانسان، وهنا دي اللي هتبقى مشكله كبيره جدا. لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها باكد انه القطط، الكلاب، الحيوانات الاليفه ما فيش منها لسه اي خطوره، مفيش منها اي مشكله. لو حصل هبقى انا اول واحده هتلاقوني طالعه اقول لكم. ليه؟ لانه انا والناس والدكاتره والبيطريين والناس اللي في الفيلد هم اكتر ناس معرضه ان يحصل لهم مشاكل من فيروس زي كده، وان باستمرار او انه احنا يبقى في كونتاكت مستمر مع مصدر من مصادر العدوى، دي هتبقى مشكله علينا. واحنا برضو عندنا، يعني لو احنا تمام قوي مناعتنا قويه، عندنا اولاد وعندنا اهالي، اكيد هنخاف عليها. فماليش اي مصلحه ولا يعني هقدر اخبي حاجه زي كده لو فعلا في ستادي. المشكله انها كلها اجتهادات، وكمان للاسف ان الاجتهادات دي ما اتعملتش في مصر، احنا بنعتمد على الدراسات اللي بتتعمل بره، لان الموضوع كله سواء ريليتد للحيوان او ريليتد للانسان لسه في طور الدراسه، لسه الموضوع جديد، لسه زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت كده احنا خايفين من التحور، خايفين ان الفيروس ده مش عارفين يعني نحكمه ولا نحد من انتشاره ازاي. لكن يا جماعه لو عايزيني احلف هقول لكم ان انا لحد دلوقتي ما عنديش اي حاجه اخبيها، ولا في اي حاجه بتؤكد ان الحيوانات الاليفه، الكلاب، القطط، قادره انها تنقل المرض، ومن هنا بتكمن الخطوره. كون ان هي تبقى حامله، هي حامله وعادته للقطط، طيب ما هو كان عندهم في فيروسز كتيره جدا بتصيبهم، وطبيعي ان هم ما دام ان كونتاكت مع بعض هيبقى في احتمال كبير للعدوى. احنا عندنا من قبل ظهور الكورونا في فيروسات بتصيب الجهاز التنفسي وبتعمل مشكله كبيره جدا في القطط، وشيء طبيعي لانه بالرذاذ وبالاحتكاك وبالسوائل او اللعاب والافرازات دي بتبقى عنصر مساعد لنقل العدوى. الفيروسات كتير، واللي بيربي قطط عارف قد ايه كان ممكن يشوف قطه تعبانه وفي عندها مشاكل ورشح والتهابات وكحه وحاجات كتير جدا، وكذلك الكلاب. طيب ايه اللي حصل؟ هل حاجه من دول اتنقلت لنا قبل كده؟ هل حاجه من دول اتنقلت جوه الحيوان الواحد او سوري جوه فصيله الحيوانات عامه من قطه لكلب؟ حاجات معدوده واحنا بنبقى عارفينها، والدكتور البيطري واي حاله جايه له في العياده بيبتدي يقول وبيتسال الاسئله دي من اكتر الاسئله، يا دكتور ده معدي، يا في اي خطر من يعني من الاصابه دي عليا او على اولادي او على الحيوانات التانية الموجوده، وهو بيحدد وبيقول لك الكلام ده. احنا 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 في الحاجات دي من زمان، فيمكن عشان احنا كده مش خايفين. دكتور البيطري دايما كان بيشوف حاجات كتيره، بيشوف فيروسات، بيتعامل
يعني مع الحاجات دي ومع الناس. انا بس عايزه اطمنكم، مش عايزاكم تستسلموا قوي للاشاعات، يعني عايزين على قد ما نقدر ناخد المعلومه من مصدر موثوق. الناس دلوقتي كلها للاسف معظمها يعني في اقوال متضاربه وفي حاجات يعني مش مظبوطه جدا، لان ما فيش حاجه قاطعه، ما فيش حاجه جازمه غير اللي احنا بنقولها. الانترنت والطريقه العاديه اللي احنا ممكن ناخد منها معلومه مش في كل كمان الطرق او كل السايتس بتنقل حقائق علميه مظبوطه. فبس نتدقى الحذر، علشان حرام احنا يعني بغير يعني غير ان احنا بنعمل حاله قلق وهلع لنفسنا، لا احنا كمان بنأذي ارواح ملهاش اي ذنب. يعني عايزه اقول لكم ان احنا لو استسلمنا للكلام دوت وكل واحد استسهل وقال لك بقى طب يعني ايه ده في قلق ويحصل مشكله وكده، هنخش في مشكله تانية خالص، واحنا بدل ما نبقى خط دفاع وخط صد، لا بالعكس هنكبر الموضوع. ليه؟ لانه الحيوانات دي هنسيبها، هنرميها بره، هتبتدي مناعتها تقل، تبتدي تلقط امراض، تبتدي تبقى ميديا كويسه انها تلقط اكتر من الفيروسات وتعيد التشين وتتنقل لنا احنا في مشكله تانيه واحنا كنا في مامن منها. كل اللي هقوله سيبوا القطط والكلاب في حالهم دلوقت، لحد دلوقتي مفيش منهم اي قلق. فعلا لو في ظهر اي حاجه مفيش حد يعني يبقى من منتهى الجهل ان ما نقولش بكده، لازم نواجه ولازم نقول، وهتلاقونا احنا اول ناس قلنا وبعدنا واستخبينا، مش يعني لازم هيبقى في اجراءات غير كده ابدا، لكن مش هنسيب الدنيا يعني اندر ريسك او يعني تحت خطوره زي كده. حسمنا النقطه دي، وعد مش محدش هيبقى قلقان ويسالني فيها تاني. معايا حاجات كتير هتاكد كلامي، وهكلمكم كمان عن ايه الحاجات المتاحه اللي ممكن نعلي بيها المناعه وان احنا نحمي بيها الحيوانات. هنتكلم ازاي طيب القطط اللي عندنا وحيواناتنا اللي في البيت ازاي نخلي بالنا منها علشان ما تلقطش لا الكورونا ولا غير الكورونا ولا اي حاجه. في مداخلات كتير معايا، وعايزاكم انتوا كمان يعني على طول تشاركوني باتصالاتكم واسئلتكم. بس قبل ما اعمل كل ده عايزين ندي حبه نصايح سريعه وجنرال علشان ما نبقاش بس اتكلمنا في الحيوانات وسيبنا الهابتس والحاجات اللي احنا بنعملها. هراجع معاكم تبس سريعه، هراجع معاكم غلطات ممكن نعملها يعني في استخدام المواد اللي بنستعملها علشان نطهر ونحمي نفسنا. هنقول كل دوت، وهتشاركني معايا حالا دكتوره منى شعلان. بس هناخد فاصل ونرجع ناخد المداخله دي. اهلا بيكم مره تانية. كنا لسه بنقول ان احنا هتبقى معانا دلوقتي مداخله تليفونيه من دكتوره منى شعلان، رئيس قسم الصيدله الاكلينيكيه جامعه مصر الدوليه، علشان تكلمنا عن يعني زي ما بنقول كده بعض الادويه والعقاقير اللي ممكن احنا نستعملها بسهوله تسهل لنا عمليه التعقيم اللي كلنا بنعملها اليومين دول، وخلاص يعني قربنا كلنا ايدينا واحنا نفسنا ندوب واحنا بنستعمل الحاجات دي. دكتوره منى معايا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتوره منى، اهلا وسهلا. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. دكتوره منى، مش عارف حضرتك سمعتيني، كنا عايزين حضرتك بالظبط كنت عايزين حضرتك تقول لنا كده نصايح سريعه عن المواد اللي احنا ممكن نستعملها وتبقى موجوده في البيت. طبعا كلنا اتهرينا كلور والكحول، بس عايزين نظبط التركيزات مع حضرتك ونستغل مداخلتك معانا علشان الناس ما تستعملش حاجه زياده تتعود عليها بضرر، وما تستعملش حاجه اقل ما يبقاش ليها اي اهميه. طيب مبدئيا بس عايزين نوضح حاجتين، انه قبل الوقايه بالديس انفكتنس والمواد اللي بتطهر الايدين والجسم والاسطح، عايزين بس نهايلايت برضو شويه تيبس. زي ما حضرتك قلتي، اهم من ان انا ادور على المطهرات ان انا استخدم الهايجين المفروض يستخدم بين الناس وبعض، يعني كيب ان احنا نحافظ على الديستنس والمسافات بين الناس وبعض مترين. دي من النقط المهمه جدا، ان احنا ما نروحش اماكن مزدحمه وبعدين نرجع تاني البيت ندور على مطهرات. دي من الحاجات المهمه جدا. مزم. ان انا ما اختلطش بناس انا شاك ان عندهم اي انفكشن او اي مرض تنفسي، برضو دي من الحاجات المهمه جدا. ان انا دايما اغطي الفم اثناء العطس او الكحه بالكوع او بالمنديل، او ان انا اخد بالي ان انا البس الكمامات بطريقه مظبوطه، وان انا البس الجوانتيات بطريقه مظبوطه، وان انا ارميهم بطريقه
يتحافظ عليها بحيث ما حدش يستخدمهم تاني، دي اهم من المطهرات مبدئيا. بس نرجع تاني ونقول من الحاجات المهمه جدا ان انا استخدم مطهرات للايدين وللوجه، ودي تحت كاتيجوري لوحدها، لان لازم تكون الجلد ما يلتهبش بيها، لان هو اللي حصل مؤخرا انه كل حصل مشاكل من استخدام الزياده لل جدا. بالظبط. ليه بقى؟ لان الكحول بياخد الميه المرطبه للجلد وبيؤدي الى انفلاميشن جامد جدا، وجفاف جامد في الجلد، وجفاف جدا، وبيشتكي معظم الناس اللي عندهم التهابات جلديه في الايدين وفي الاماكن اللي بيستخدموا فيها الكحول. فمبدئيا خلينا بس نتفق ان الكحول المطهر الواقي ضد الفيروسات والبكتيريا هو ال 75%. يعني اذا معنى كده يا دكتوره انه الحاجات اللي بتركيز اعلى ملهاش اي تاثير على الفيروس؟ ليه بقى ما لهاش تاثير على الفيروس؟ اول حاجه لان نسبه الطيران بتاعتها اعلى. نسبه الطيران بتاعت ال 75% اقل، يعني هيقعد على الاسطح مده اطول. بالظبط كده، الثبات بتاعه احسن. دي نمره واحد. تاني حاجه ان هو بيتخلل الخلايا الجرثوميه احسن من ال 95%. أوكي. دي نقطه تانية برضو الابحاث. طيب معلش يا دكتوره هضطر اقطعك، وفي ليا انا سؤال، لانه ريسنتلي طبعا انت عارفه انه في ناس كتير استغلت موضوع يعني احتياج الناس لحاجه معينه او نسب معينه من الادويه، وابتدى السحب يبقى عليها كبير جدا، واصلا ما بقاش موجود الكحول. طيب لو احنا ما عندنا الكحول نسبته اعلى 95% طبعًا. او وات ايفر، هل في طريقه للتخفيف علشان نستعمله؟ خليني اقول بطريقه مبسطه جدا، الابسوليوت الكحول موجود بيبقى 95% او 100% او 100%. اوكي. طيب دول اللي موجودين في السوق، يعني انا لو اشتريت حتى من شركه الجمهوريه او شركه من موارد توزيع الجيش او من اي مستلزمات دوائيه او طبيه، الكحول 95% او 100%. منتهى السهوله هاخد 75 مللي من الازازه المركزه، 75 مللي، وهكملهم 25 مللي لو هو تركيز 95%، يعني لو الازازه الكونسنتريتد 95 هاخد 75 مللي، وهكمل عليهم 25 من ال 95%. هكمل عليهم ايه بقى؟ ميه؟ ميه. أوكي. بالضبط كده، ميه من الحنفيه عاديه جدا. أوكي. لو الازازه اللي عندي 100% بعمل نسبه الريشيو 7 ل 3، يعني هاخد 70% 100% الكحول، وهكمله ل 30% 30 مللي ميه. اوكي. تمام، يبقى 70 و30 ببساطه، خلينا ببساطه 30 ميه. ايوه، 30 ميه و70 كحول. كحول ده للي نسبته 100، واضحه؟ للي نسبته 100%. مظبوط، بالظبط كده. اوكي، خلينا ده المتوفر اكتر، وفي منتهى البساطه هتبقى النسبه دي كده مظبوطه، هي دي النسبه اللي بتقتل الفيروسز والبكتيريا. بالظبط، علشان دي نقطه مهمه جدا يا دكتوره، لانه احنا مش عايزين فرط في استعمال الحاجات من غير داعي ترجع التاني علينا بمشاكل، سواء جلدية سواء يعني نحن نفسنا نبقى احنا متارجتين حاجات اصلا ممكن ما تبقاش ليها لازمة، وفي نفس الوقت مش حق لنا حماية، واحنا متخيلين ان هي دي يعني هي الحماية الكاملة. بالظبط. بس انا عشان يعني برضو بيتداول كتير جدا الكحول، انا عايزة اقول برضو ان كتر استخدام الكحول حتى لو خففناه على الجلد هيعمل التهابات. بالظبط. والكحول مش معمول، الكحول اللي احنا بنقول عليه السائل اللي هو السولوشن، الكحول ما مش معمول للجلد وللوجه، ده معمول للاسطح. ليه؟ لان لما بنشوف بقى الفورميليشنز اللي موجوده في السوق بنلاقيها جل بيز الكحول، جل. لان الجل بيحطوا فيه نسبه زيوت مرطبه، مرطبه شويه، بالظبط كده، بنسبه كويسه، بحيث ان انا اقدر استخدم مع الكحول شويه زيت على الجلد يقوم ما يعملش تشققات وما يعملش التهابات. بالظبط. عشان كده البدايل بقى الجليسرين يعني حضرتك تنصحي بايه؟ لا، بالنسبه للجلد انا بالنسبه للجلد انا بنصح بمنتهى البساطه الميه والصابون. اوكي. ودي اكتر حاجه عملت حصل معاها، يعني حصلنا على ريكومنديشن من ال WHO ومن السي دي سي ومن المنظمات العالميه، ان نمره واحد للتنظيف الجلد والاسطح والوجه، الاسطح الجسم والوجه، الميه والصابون. عايزه استخدم كحول يبقى فيه نسبه زيوت. وفي فورميليشنز بمنتهى البساطه برضو ممكن تتصنع، بس احنا مش عايزين نجهد الناس ان هم يقعدوا يجيبوا كحول 95% ويحطوا عليه ميه. لا لا، احنا بس بنقول ان في حاله انه لو مش حد محدش لاقي، الاسعار ارتفعت بصوره جامده جدا يا دكتوره، ازازه. بالظبط، فاحنا بنحاول ندي بدايل بس.
بالظبط كده. الحاجه الثانيه المطهره برضو في متناول البيوت كلها هي الكلور. الكلور بس المشكله ان الكلور اللي بيتباع في الازايز في الاسواق ده برضو مركز جدا، بالظبط. فانا برضو عايزه ما انا اغير انا عشان يعني كده الناس دكتوره انا يعني التخفيف. عايزه حضرتك تكلميني على النسب، علشان الناس في افراط، تمام في لخبطه، في مشاكل بتحصل، حتى ابتدت تظهر مشاكل تنفسيه سواء في الانسان طبعا. او في الحالات طبعا المتردده على العياده من كتر استعمال الحاجات دي. نسبه تخفيف الكلور يا دكتوره اللي نقدر بيها نعقم الاسطح ونحصل على وقايه، وان احنا فعلا نقدر نقول ان احنا بوسيله التعقيم دي هنقضي على الفيروس قد ايه؟ تمام. المفروض الكحول اللي بنستخدمه للتطهير في الأسطح يبقى نسبته 0.5%، يعني نص في نص المية، نص في المية. يعني نص ملي ل 100 ملي، نص ملي ل 100 ملي، أو لو هحسبها باللتر يبقى بالظبط 5 ملي. 5 ملي ده عامل زي غطا إزازة الدواء الشرب بتاعت الأطفال. اوكي، غطا 5 صغير ملي جدا. هو غطا صغير، اوكي، غطا صغير هكمل عليه ميه من الحنفيه لغايه ما اوصله للتر. خلينا نقول بمنتهى البساطه اللتر هو 4 كوبايات ميه. اوكي، يبقى غطا ازازه شرب دواء الاطفال غطاها كلور مركز، ايوه، هكمله 4 كوبايات ميه عاديه عشان اعمل 0.5% كلور. ده برضو للاسطح وليس للاسطح للجلد، لانه بالظبط. بيلهب التهاب شديد جدا جدا ايوه وبيعمل اختناق تنفسي. وده اكيد حضرتك شفتي حالات كتير لناس الفيومز ابخره. الابخره اللي طالعه من الكلور لما بنخففه بالميه لو شميناها بتعمل التهاب شديد جدا في الجهاز التنفسي وفي الحلق. فاحنا مش عايزين نخش في مشاكل تانية. المشاكل دي. بالظبط كده. فاكتر حاجتين مطهرين للبيت كله، للاسطح، للبلاط، للحمامات، هو الكلور المخفف بالطريقه اللي انا قلت عليها 0.5%، والكحول اللي نسبته 70%. ايوه طيب، ده في حاجات غير جلديه. الجلد دايما بننصح ان الميه والصابون هما اسهل وابسط شيء. تمام دكتوره، كنت عايزه يعني اقول لحضرتك بالنسبه، طبعا في مواد تانية احنا مش عايزين نقول اسماء حاجات على الهواء، بس في حاجات تانية كنت عايزه حضرتك تنوهي عنها، انه في حاجات ايوه قاتله للبكتيريا وليست للفيروس، ودي ما فيش اي داعي او يعني تمام. ملهاش جدوى اي الاستعمال. الحقيقه برضو عشان نقول احنا كل الارشادات الطبيه اللي احنا بنقولها او الصيدلانيه بتبقى جايه من ريكومنديشن من الدبليو اتش او ومن السي دي سي وايفيدنس بيز، يعني لها دليل علمي. بالظبط. فخلينا نتفق ان الانتي بايوتكس اللي بتتاخد هي مضاده للبكتيريا وليست للفيروسات. للفيروسات. ففي فهم خاطئ جدا ان انا لو خدت النهارده اوجمنتين او فلوروكينولون او زيثروميسين او اي انتي بايوتيك يبقى خلاص الفيروس ده مش هيجيلي. وده فهم خاطئ جدا، لان ده بالعكس كمان يا دكتوره في نقطه ان هو ده ممكن بالعكس ياثر بالتاثير لا السلبي على المناعه. هو هيقلل المناعه فعلا. ده هو ايوه فعلا هيقلل المناعه، ودي بالظبط هتبقى مشكله، لان اهم حاجه في قتل الفيروس هو المناعه تعلى. مظبوط. وانا لما اخد انتي بايوتيك عشان اقتل فيروس مش هيقتله، في نفس الوقت انا بهد المناعه اللي اللي ممكن هتقاومه. بعد كده تضرني. ايوه بس خليني برضو ابقى واضحه، لان كتير من الاطباء بيحبوا يعملوا secondary prevention، يعني وقايه ثنائيه علشان ثانيه يمنعوا ان يحصل ايوه، عدوى لان هو بكتيرية. بالظبط، لان هو بعد الفيروس او على الفيروس دايما بتيجي عدوى بكتيريه وراه. بس احنا الريكومنديشنز بتاعت الدبليو اتش او ما بتقولش ان انا اسبق بالانتي بايوتيك الا لما تبقى في اعراض فعلا فيروسيه وتوابعها بكتيريه. هل ليها وقت محدد يا دكتوره؟ يعني ممكن احنا يعني في ايوه ابتداء من مثلا يعني قد ايه؟ الافريج بتاع 3 لـ5 ايام من العدوى الفيروسيه بيجي وراها بكتيريه. يعني انا لو استنيت على العدوى الفيروسيه 5 ايام وحسيت بتحسن بين يوم والتاني يبقى باذن الله مش هتيجي البكتيريه وراها. انما لو حصل تدهور في العدوى الفيروسيه المبدئيه بعد 5 ايام، انا باخد باراسيتامول مخفض حراره ما بيجيبش نتيجه، انا باخد ادويه ترفع المناعه ما بيجيبش نتيجه، انا مستريحه وباكل كويس ومفيش اي تحسن لمده 5 ايام، لا يبقى دي مبادئ بتبشر ان في عدوى بكتيريه هتيجي وراها. فاحنا ما بنبتديش الانتي بايوتيك الا لما نسيب اتليست 5 ايام للجهاز المناعه انه يقاوم الفيرال انفكشن الاول. الدكاتره في المستشفى probably يكون لهم توجه مختلف في
في اخذان الانتي بايوتيك ده تحت اشراف طبي. انا برضو بقول انا بنصح ان الناس ما تاخدش من نفسها الانتي بايوتيك، ايوه انما لو في اشراف طبي في مستشفى والدكتور شايف عشان يتاكد ان في عدوى بالظبط بكتيريه معينه. بالظبط، ودي تمام. بتحتاج معمل وبتحتاج بناخد عينه من ال من ال زي سواب او مسحه، زي سواب بالظبط كده من السبيوتم او من ال اي لانك افرازات. لانك ايوه بالظبط كده، وبتروح وبيروح المعمل عشان المعمل هو اللي بيقول لنا بالظبط ايه نوع العدوى البكتيريا الموجوده بالظبط واحسن انتي بايوتيك ليها ايه. بالظبط. فاستخدام الانتي بايوتكس من الحاجات الضاره جدا الحقيقه ما بننصحش بيه، لا الانتي بايوتكس والدبليو اتش او برضو بتعمل ريكومنديشن ضد الكورتيزون. برضو ناس كتير قوي بتفتكر ان بما ان الكوفيد 19 ده كله رئوي ريسبيراتوري جهاز تنفسي، انا لو خدت كورتيزون حيقيني عامل يعني زي ما بنعمل وقايه للجيوب الانفيه خالص. برضو الكورتيزون ممنوع منعا باتا عشان المناعة برضو. عشان المناعه برضو. تمام دكتورة، معلش هستغل برضو وجود حضرتك معايا وهسألك، ده هياخدنا لسؤال تاني بالنسبة للباراسيتامول. احنا كان في تمام يعني الفترة اللي فاتت، بغض النظر طبعا يعني سؤالي هنا على الهيومن او عن البني ادمين، ان كان في لخبطة انه الباراسيتامول من الحاجات السيف جدا، لكن اي حاجات زي مثلا الايو سوري ايوه سيف، لكن الايو بروفين وفي بعض المشتقات التانية والمنتجات التانية من خافض الحراره استعمالها ممكن يعمل مشكله. هل تمام في ايفيدنس وهل في فعلا تمام يعني راي حضرتك في الموضوع ده يا دكتور؟ تمام الحقيقه برضو وفقا للدراسات الاكلينيكيه اللي حصلت في الفتره الاخرانيه حصل حاجه اسمها اسوسيشن او متلازمه بين بعض العيانين اللي بياخدوا مشتقات البروفين اللي هي النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري البروفين ومشتقاته وبين حدوث كورونا فيروس. الارتباط ده خلى فيه توجس جامد جدا ضد العيله دي. الحقيقه ان الابحاث ان هي مش احسن حاجه، بس هما ما هي وصلوش مش ان هي احسن فعلا حاجه بتضر، صح؟ بس هي فعلا ما لهاش علاقه بالكورونا فيروس. عشان ابقى واضحه، اخر ريكومنديشنز طالعه من السي دي سي والدبليو اتش او بتقول ان برغم ان بعض العيانين كان في تلازم بين استخدامهم للبروفين او العيله دي وبين الكورونا فيروس، الا ان ما فيش ارتباط ابدا بين استخدامهم وبين ان يحصل عدوى انتكاسه او بالكورونا ما يبقاش خالص. بالظبط، هو حقيقه مجرد ما فيش ملاحظه يعني، ايفيدنس، مجرد ملاحظه. مجرد ملاحظه بالظبط، انما ما لهاش اساس علمي. زي ما برضو عملوا متلازمه بين استخدام الايس انهبيتيف بتاعه الضغط، استخدام ادويه بعض ادويه الضغط برضو وبين الكورونا فيروس، واثبتت الابحاث ان ما لهاش اي علاقه. بس تمام. نرجع تاني نقول هل البروفينات دي أأمن عيلة نستخدمها لتخفيض الحرارة والألم؟ لا. لا. الباراسيتامول من أفضل وأحسن وأأمن المضادات الالتهاب ومخفضات الحرارة اللي بتستخدم بالذات في الكورونا فيروس وفي كل الفيروس. الباراسيتامول آمن جدا على الكبد وآمن جدا على الكلى وآمن، ملوش آثار جانبية نهائي، وبالتالي بينصح استخدام لغاية 3 أقراص في اليوم بين كل قرص والتاني 8 ساعات لتخفيف الحرارة والألم. تمام. ففعلا النقطة دي مهمة جدا، لأن حصل لغط كتير وحصل بالزبط. كلام كتير بين استخدام البروفين وعيلته وبين الباراسيتامول، وبنقول برضو طبيا وصيدلانيا الباراسيتامول أأمن واحسن واثاره الجانبيه اقل. اقل، بس ده ما يعنيش ان البروفين بيعمل حاجه او بيخلي الناس عرضه اكتر للكوفيد 19، لا خالص. برضو ادويه الضغط ملهاش اي علاقه بال ده مهم فيروس. جدا يا دكتوره، لان كان في بلبله جامده الفتره اللي فاتت بالنسبه للايتمز دي كلها. انا عايزه برضو يعني قبل ما اختم مع حضرتك، عايزاكي تدي نصيحه سريعه، لانه انا من اللي انا شايفاه ومن اللي قريته من كلام حضرتك، واكيد كتير لاحظوا ان القصه كلها قصه مناعه. فاحنا عايزين يعني هنقول كده وصفات سريعه، حاجات سهله، لانه برضو يا دكتوره في افراط كتير جدا في استعمال الفيتامينز، في ناس متجهه انها عايزه تاخد مناعه يعني برضو بطريقه مش مظبوطه. فعايزه نصيحه حضرتك وراي حضرتك في الادويه والحاجات اللي رافعه المناعه بصفه عامه. طيب برضو دي نقطه كويسه قوي. برجع تاني بقول قبل ما ندور على حاجه ترفع المناعه ومطهرات، احنا يعني بعد تجنب الزحمه والتلاصق مع الناس اللي ممكن تكون عندها عدوى
وان احنا نحافظ على الصحه العامه بتاعتنا ونظافتنا، ده اهم شيء. ندور بقى على الحاجات اللي بترفع المناعه. طيب خلينا نتكلم طبيا واكلينيكيا، مفيش دواء سحري هاخده النهارده مناعتي هتترفع بكره، لازم هياخد مفيش حاجه وقت، كده. لازم هياخد وقت. القصه دي بتاخد وقت وبتبقى لايف ستايل، يعني اللايف ستايل كله. وخلينا نقول هو مش متاخر دلوقتي ان احنا نبتدي، بالعكس خلينا نبتدي صفحه جديده بعد الابيديميك اللي بيحصل، ان احنا نقول خلينا نليد هيلثي لايف ستايل، خلينا نبتدي حياه صحيه افضل عشان مناعتنا لقدام. تاني مش عايزه اخلي الدنيا ضلمه قوي او مبهجه قوي، مفيش سحر، مفيش دواء سحري بيرفع المناعه، ولكن في اكل صحي، هو في نظام حاجات بيوصلنا لمستوى معين، بيوصل بالظبط بالظبط. بالظبط هو هيلثي لايف ستايل وطريقه اكل وحياه صحيه هي اللي بترفع المناعه. خلينا نبتديها من اول النقط. اول حاجه ان انا اعيش في مكان صحي، بمعنى بمنتهى البساطه ان انا يبقى عندي شمس وهواء. تهويه. الحاجتين دول التهويه. التهويه مهمه جدا 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 لانتشار الامراض والفيروسات والبكتيريا طبعا. الشمس واقيه جدا وكمان بتحفز فيتامين دي بالنسبه للناس. تاني حاجه الاكل والشرب. نوعيات الاكل. نوعيات الاكل، الاكل السريع والاكل المليان كالوريز والاكل اللي بنشتريه من بره ومنبقاش عارفين مصدره كويس. جوده مصدره الكويس، كل ده بيرسب في الشرايين دهون ملهاش لازمه وبيزود التاكسد الاكسجين في الدم، ودي برضه حاجات مش كويسه. فما بندعوش للاكل الجاهز السريع، نمره واحد. نمرة اتنين، بنحاول نرجع تاني طبيعة للخضار. الخضروات. أنا عارفة إن الكلام ده بيبقى بالنسبة للشباب يعني ما هوش لطيف قوي، applicable بس ممكن يا دكتورة، يعني بس هم ما عندهمش لازم. دلوقتي للأسف يعني طريق تاني، هم ناس محبوسة وما عندهاش حل غير إنها تمام. يعني تعمل الاستثمار لصحتها وتبتدي إنها تستعمل الحاجات اللي فعلا ممكن تعود عليها بصحة مش بضرر. ف طيب هنقول تاني مصادر الفيتامينات الطبيعية أحسن مما ناخد كبسولات. الكبسولات طول عمرها موجودة والفيتامين موجودة سبلمنتس في كبسولات، ممكن نجيب أي علبة فيتامينز من الصيدلية فيها A و B و C وكل الفيتامينات، إنما اللي هيتهضم أحسن وهيمتص في الدم أحسن هي الفيتامينات الطبيعية، اللي هو طبق السلطة الطبيعي جدا المصري مليان فيتامينز. الخضار، الألوان كتير، الخضار الملون بالظبط كده مليان انتي اوكسيدنت، الفاكهه الطبيعيه اللي سكرها قليل من الحاجات، وبالذات خلينا نقول البرتقال والليمون والجوافه من اعلى فيتامين مصادر سي. فيتامين سي، والفيتامين سي بيستيميوليت المناعه، بيزود المناعه، ودي من الحاجات المهمه جدا. الفيتامين دي وإي في الدهون الطبيعيه الحيوانيه زي الزبده زي القشطه بنسب معقوله، مع وجود الشمس من الحاجات اللي بترفع المساعد، المناعة، العامل المساعد. مع زيت السمك برضو من الحاجات القوية جدا بترفع المناعة. وخلينا نقول الأكل الطبيعي المصري الطبيعي اللي فيه خضار وفيه فاكهة طبيعية بدهون قليلة هي أصح وأسلم حاجة، هي دي الحاجات اللي بترفع المناعة، مع عدم وجود ستريس، مع عدم وجود نقلل الخوف تحفز، الزيادة، الضغط الزيادة، نتحرى بالظبط كده المعلومات. بالظبط كده، عشان كل ده بيصب في المناعة. بشكرك جدا دكتورة منى، يعني نورتيني وافدتيني وبشكر مداخلتك، واتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل يعني على اتصال دايما. الو، انا كنت عايزه اعقب ويعني هراجع معاكم ان احنا كمان التبس دي كانت في البني ادمين، عايزين نعقب ازاي كمان في الحيوانات، بس خلوني اخد اتصالات عشان نرد مره واحده على كل التساؤلات اللي جايه لنا. الو الو، دكتوره مريم العيوطي، مساء الخير. مساء النور يا دكتوره، ازيك؟ اسمحي لي اعرف حضرتك بس الاول، دكتوره مريم العيوطي المدير المسؤول لشركه فيت فور ايفر، شركه يعني موجوده معانا في الوسط الطبي البيطري، ليها يعني منتجات لقاحات وادويه وحاجات كتير رفع المناعه. ازيك يا مريم؟ الحمد لله تمام. كله تمام. ايه مريم، انت متابعانا من اول الحلقه؟
بالظبط. طيب عايزه تعقيبك على يعني انتوا كشركه دلوقتي عاملين ايه؟ هل في يعني ايفيدنس او هل في ستاديز دلوقتي موجوده؟ انا كنت يعني متابعاكم وعارفه ان انتوا ابديت يعني على طول بتبقوا يعني مطلعين ومتصلين باي ستادي جديده موجوده وبتحاولوا توفروا مظبوط. حاجات رفع المناعه. يا ريت تقولي لي تعليقك. طيب انا احب في الاول بس اطمن الناس ان الدكاتره البيطريين موجودين في العيادات والمستشفيات وشغالين، مفيش اي مشكله، بيستقبلوا الحالات وجاهزين للرد على اي استفسار ممكن نقدر نفيد بيه البيت اونر او صاحب الحاله. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننشر وعي وثقافه عن طريق طبعا الانترنت، لان الناس دلوقتي اغلبيتها قاعده قاعدة في في البيت البيت. بتسمع. بالظبط. طبعا انا بشكرك جدا على المداخله بحيث ان احنا برضو يبقى في شانل تانيه ان احنا نوصل للناس. اول حاجه حابه اتكلم عليها جدول التطعيمات. جدول التطعيمات عامه بتبتدي من اول الدكتور البيطري، من اول لما الكلبه بتتجوز بيروح يعمل متابعة حمل يشوف الدنيا ماشية ازاي، وبعد كده بتولد والدكتور بيبتدي يقول على جدول يخطط له التطعيمات. التطعيم. بالظبط. مفيش حاجة اسمها جدول محدد، على حسب الحالة كل دكتور بيحط الجدول بتاعه. طيب يعني بنقول الجايد لاين اللي احنا بنمشي عليه او الصورة بتاعتنا ان احنا بنبتدي لو الحالة محتاجة بنتدخل عند عمر 30 يوم. تطعيم اسمه الثنائي وبيبقى محتوي على اهم مرضين اللي هو الباربو والديستمبر. الباربو طبعا معروف، الديستمبر يمكن مش ناس كتير بتتكلم عنه، بس ما بيقلش بس موجود خطوره برضه ما بيقلش طبعا. اهميه عن البرف. بالظبط. وخطورته جامده، المشكله ان هو العلاج بتاعه للاسف لما بيصيب الكلب العلاج بيبقى دايما صعب بيسيب قوي قوي مشكله. قوي. بالظبط. بعد كده بنيجي عند 45 يوم بيكون في تطعيم اسمه الخماسي. وده المناسب لجهاز المناعه دلوقتي. ده بيبقى فيه 5 امراض، بيبقى عند سن 45 يوم. بعد كده بندي عند عمر 60 يوم سواء سباعي او ثماني على حسب برضو ما الدكتور بيشوف الحاله تمام. محتاجه ايه. دكتوره مريم انا تمام. مش عايزه اقطعك بس انا عايزه اقول حاجه. احنا طبعا قلنا الجداول بتاعه التطعيمات دي والتواريخ وتقسيمتها قبل كده، لكن انا عايزه عشان ما انساش هنا في مداخله اسالك الكورونا. لا مش طبعا. الكورونا، لا 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 والله مش الكورونا. تمام. انا بتكلم تمام. انه هل يعني انا عايزاكي تاكدي معايا على نقطه، هل هي تمام. دي السبيل الوحيد بالنسبه للتطعيمات ايا كان السكيم اللي متبع، هي دي الطريقه الوحيده لرفع مناعه الحيوان؟ هل هي طبعا. دي انتوا كشركه بتهتموا انه بعد يعني ان احنا بنخلص الجدول ده اللي انت قلتي عليه، وبعد ما يبقى كل يعني صاحب حيوان او صاحب حاله دلوقتي في البيت خلاص مطعم والدنيا مظبوطه، هل هي دي الوسيله الوحيده ان احنا نضمن ان مناعه الكلب بقت كويسه، ولا في منتجات تانية دلوقتي ممكن تساهم في رفع المناعه؟ بصي، مفيش حاجه يعني اثبتت ان في حاجه ترفع مناعه الكلب او احنا محتاجين لرفع المناعه دي. اهم حاجه الاكل يبقى مظبوط، التطعيمات ماشي عليها، الديدان، الحشرات، الكلب نظافته نبقى مهتمين بيها. دي اهم النقط اللي احنا ممكن نتكلم عليها يعني. طيب بس نيجي بقى لتاني موضوع اللي هو الكورونا. الكورونا. بالظبط. الكورونا دلوقتي احنا في شقين، الشق الاولاني في بعض المنتجات او التطعيمات فيها الكورونا كتطعيم، هو ملوش اي علاقه خالص بالكورونا اللي بنأكد هو علشان الكوفيد 19. الكوفيد 19 ال 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 بالظبط. هو ملوش الفيروس اي علاقه. بالظبط ملوش اي مظبوط. علاقه تاني، لكن هي ليه صور تانيه، ليه اشكال تانيه، ليه سترينز تانيه، فنهدى بالظبط. نهدى خالص، ويعني النقطه دي عامله عيني لخبطه الناس كتير قوي جدا. انا بيجي لي كميه تليفونات مش طبيعيه، دي يا جماعه ما حقيقه. تقلقوش يا جماعه، فعلا فعلا يعني. والمشكله ان الناس فعلا اللي بتربي الحيوانات بيبقى جزء من العيله، يعني واحد زي بالظبط ابنهم او بنتهم، بالظبط. فالموضوع فعلا كالجزء اللي هو المشاعر او كده فعلا الموضوع صعب. بس بالظبط. فاحنا يعني هدفنا ان احنا نطمن الناس مفيش اي علاقه خالص ما بين الكورونا اللي بتيجي للحيوانات الاليفه والكورونا اللي موجوده دلوقتي اللي هي بتصيب الانسان طيب اللي هي الكوفيد دكتوره 19. مريم، يعني انا عايزه اسالك سؤال تاني بالنسبه للتحاليل، وهل في تحاليل او اجراءات وقائيه تطمن الناس اكتر في حين اشتباه اعراض تنفسيه؟ انا عارفه ان انتوا يعني واحده من الشركات اللي تطرحوا تحاليل وتحاليل سريعه ممكن نتائجها تطلع في خلال دقائق. هل في حاجه يعني او عايزاكي تستعرضي كده ايه الحاجات اللي ممكن، النصائح اللي ممكن الناس تعملها عن طريق التحليل عشان تطمن على عموما صحه الحيوان بتاعها؟
تمام. هي التحاليل موجودة وما فيش أي مشكلة، سواء صورة الدم أو الكيمياء، هو الدكتور هو اللي بيحدد العلاج والأعراض إيه هي. خليني برضو أتكلم في نقطة الأول، إن الفيروس اللي موجود تمام اللي هو الكوفيد 19 ما بيتنقلش للحيوانات تمام، وما فيش أي إصابة. في شركة تحاليل عالمية أمريكية اللي احنا واخدين التوكيل بتاعها عملت آلاف التحاليل للكلاب والقطط، وده كان بحث مجاني او توتالي فري، لان هي ده من الجزء المجتمعي بتاعها ان هم لازم يطمنوا الناس، عشان ده طبعا يعني في ملايين ملايين هيبقى فيه مؤثر على ملايين والقطط. طبعا طبعا. فهم عملوا الاف التحاليل، يعني انا لسه كنت بقرا البحث الصبح ان هم عملوا تقريبا ل 10,000 حاله ما بين كلب وقطه على موضوع الكوفيد 19، لقوا كل النتائج نيجاتيف، ما فيش سلبيه، ما فيش اي حاله بوزيتيف طلعت. للاسف بعض الناس، انا مش عارفه ليه السبب، يعني احنا قعدنا نتكلم ونتحاور كتير قوي ليه الناس يعني بتطلع اشاعات، يعني في الاخر احنا أهم هو حاجة ممكن ما بيكونوش، يعني هما شقين، يا يعني اما في بلبله وناس بتسمع حاجه من غير ما تتحقق الامر، او بيبقى مش فاهم المعلومه كامله، ولمجرد انه سمع ان ظهرت حاله مش عارف ايه تاريخها المرضي، مش عارف الاصابه جت منين، هو مش دكتور عشان يجزم ايه نوع الفيروس اللي عندها، او مش قادر يعرف الترانسميشن، او انه يعني ايه وبائيه، يعني ايه انا ممكن يبقى حاجه حامله لفيروس او حاجه معينه وما عندهاش القدره انها تصيب يعني، فممكن يكون من هنا الخلط، عشان كده احنا طالعين وبنأكد الكلام ده يا مريم مع بعض. طيب، هي اهم حاجه ان ما فيش اي معلومه موثوقه من ان موضوع الحيوانات الاليفه مصدر للعدوى، ما فيش اي مصدر غير يعني ان هم مش حقيقي الكلام اللي بيتقال كله، كل المصادر اللي طلعت دي مصادر ما لهاش اي ورق وما لهاش اي وثائق تقول الكلام ده. واحنا مرجعيتنا اللي احنا بنعتمد عليها في الطب البيطري عامه اللي هي منظمه الصحه العالميه. لما منظمه الصحه العالميه الموضوع ابتدى ينتشر، نزلت كذا بوست يا جماعه. انا عارفه ان كمان كان في كذا مبادره من الدكاتره، من الاطباء البيطريين، من المربيين، من الفنانين شفناهم، كان في كذا مبادره حقيقي علشان تدعم الكلام بتاع منظمه الصحه العالميه، وعلشان الناس قرت واهتمت قبل ما تفرط في الحيوانات بتاعتها. طبعا، وما فيش حد هياخد على نفسه الكلام ده غير لو هو فعلا واثق ان الكوفيد 19 ما بيتنقلش او مش بيصيب الحيوانات الاليفه. بالظبط، احنا نامل، احنا بنطمن الناس لحد دلوقتي، لحد دلوقتي ان شاء الله خير. تمام، يا رب طبعاً. يا رب يعني الدنيا ان شاء الله، يعني نقول ايه، نقدر نحصرها، يا رب عدد الاصابات يقل على الحيوان وعلى الانسان، يعني لان احنا كلنا مش يعني مش هنقدر نقاوم اللي ممكن يحصل لو حصل سيناريوهات تانية. هو ممكن مش هندخل فيه، يعني نحاول نحمي نفسنا بالوسائل او بنلتزم بالتعليمات اللي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بتعلن عنها على طول، ان احنا نغسل ايدينا ونحافظ على المسافات ما بين الناس، ان احنا حتى لو ان احنا قلقانين مثلا ننزل عيادة او كده، لا، العيادات والمستشفيات فعلا عاملين حمايه كامله وارشادات، والدكاتره في على بروتوكول مظبوط بالظبط، لابسين الماسكات ولابسين الجلوفز والحاجات الوقائيه وعاملين حسابهم، فاهمين كويس قوي، فما تقلقوش يعني، فعلا اطمنوا ما تقلقوش، اهم حاجه نحافظ بس على التعليمات ونحفظها كويس، وربنا يكرم ان شاء الله. ربنا يستر يا رب، يسلم الكل ان شاء الله. يا مريم متشكره جدا مداخلتك، واتمنى ان شاء الله تبقي معانا قريب باذن الله. ميرسي جدا. ميرسي دكتوره مريم. زي ما كنا بنقول كده، يعني اظن احنا حسمنا او كلمنا وخدنا راي كذا حد، وعرفنا ان الكلام ده مش مستند، يعني مش كل واحد طلع يقوله من نفسه، لا بالعكس، ده في ايفيدنس وفي حاجات وبيحاول ان هو يعني يبقى مستند عليها، فما نقلقش بقى. انا في اسئله كتير كمان جات لي على الصفحه، عايزه بس ارد على ايتم معين كده، عشان عم عيسى فلاح جميل بعت لي كذا رساله صوتيه فرحتني جدا، واتكلم عن الكورونا في المواشي. انا عايزه بس ارد عليه رد سريع واقول له انه بالنسبه للمواشي، المواشي ربنا حماها واداها مناعه قويه جدا. المواشي وهي ماشيه او يعني بتتجول في الشارع، ولا الجمال في الصحراء، الابل، ولا يعني بتتعرض لحاجات كتير جدا، وبنلاقي جهازها المناعي من غير ادويه ولا اي حاجه بتقدر انها تصد وبتقدر انها تو اوفركم
او تعدي من الامراض اللي هي جات لها. ده مش معناه ان احنا نهملها وما نديهاش ادويه ولا اي حاجه، بس اقصد اقول ان هي بيجي لها ادوار كتير جدا، وبيجي لها ادوار يعني امراض بكتيريه وامراض فيروسيه وبتاوفر كام، وفي حاجات ليها. الى الان برضو يا عم عيسى مفيش اي حاجه يعني تقول انه في مشكله، او ان هو حالات ثبتت انها اتنقلت لينا، لانه ببساطه كده بنرجع نقول تاني انه ممكن يبقى في فيروسات لكل يعني حيوان، بس الفكره مش في كده، او حتى لو تصادف انه في نفس نوع الفيروس، الفكره ان احنا نقدر يعني، او ان يبقى الحيوان ده في مشكله انه ينقل لنا العدوى دي. فنطمن. معانا مداخله، ناخد احمد من اسكندريه. مساء الخير يا احمد. اتفضل سؤالك. الو، كلمتنا اول على كلمتنا على الجروب على البيتش عندنا. نعم يا احمد استاذنك بس تعلي صوتك. معجم كميه القطط والكلاب عندنا على الصفحه بنشتري ما اول يجي لي كل اللي هو كان عايز يمشي القطه بسبب الموضوع ان الكلب والقطه يجي له كورونا. انا مش عايزين نوصل مثلا صوتنا لبعض الناس اللي مثلا القطه والكلب ما جاش كورونا، الا مثلا القطه والكلب مش مطعم. انت متابعنا يا احمد من اول الحلقه؟ متابعكم. طيب يعني سمعت كل الكلام؟ رايك فيه ايه؟ كويس قوي. طيب في معجم ناس قوي يعمل قطط ياما قوي. في دي حقيقه. ايوه كتير دي حقيقه، انه في ما احنا طالعين النهارده يا احمد عشان نوصل المعلومه دي، لان الناس قلقانه، وبمجرد انها بتسمع اشاعه بتبتدي انها يعني يتداول الموضوع وتاخد اجراءات من غير ما تدرس الموضوع. فاحنا طالعين نقول كده ونطمن الناس ونوضح يعني ايه الحاجات اللي موجوده، ونقول كمان وناكد على طرق الحمايه اللي ممكن نحمي بيها حيواناتنا ونحمي بيها نفسنا قبل الحيوانات بتاعتنا، لان زي ما احنا بنقول كده هي يعني وسط واحد، ولازم الموضوع يبقى متبادل. في اسئله كتير، يا رب تكون يعني قدرنا ان احنا نرد على بعضها، ولسه هنكمل يعني بقيه الاسئله والاستفسارات، بس خلونا ناخد فاصل وارجع معاك ونعيد تاني مع بعض ازاي ممكن ناخد بالنا من الحيوانات بتاعتنا بقى، لان احنا اتكلمنا كتير النهارده مش عايزين ننساهم، ازاي بقى نطبق التيبس دي كمان على الحيوان، ازاي نعتني بيها، بس بعد الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل. كنا عايزين نطبق بقى الكلام والنصايح دي كمان على الحيوانات، عايزين نعمل ايه؟ للاسف ان انا دايما الوقت يعني محدد معايا، مش عايزه اتكلم كتير، هاخد اتصال وهنراجع مع بعض الارشادات دي مع بعض. معايا كمان في مداخله النهارده المهندس ادهم، هيكلمنا ادهم عبده رئيس نادي اي كاتس، هيكلمنا ازاي ممكن ناخد بالنا ونعتني بالحيوانات بتاعتنا، سواء عندنا وباء سواء ما عندناش وباء، عشان نوصل بيهم دايما لاحسن صحه واحسن حال. باشمهندس مساء الخير. ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. سمعنا من اول حلقه؟ طبعا متابع ومتابع الجزء الاولاني كمان. طب الحمد لله. الحمد لله. طيب دكتور باشمهندس، عايزين بقى نقول لنا، انا عارفه ان انت عندك عدد من الحيوانات ودول كلهم مع بعض، واكيد انت برضو بيجي لك نفس التساؤلات والقلق اللي عند الناس، عايزاك تقول كده للناس بسرعه ازاي بتهتم بيهم، بترد ازاي، وبتطمن الناس في وسط الاجواء المتوتره دي. والله في البدايه انا بتكلم دايما على التغذيه، يعني انت لما بتختاري اكل فيه كل العناصر الغذائيه، انت كده بتضمني ان انت على قد ما بتقدري بترفعي مناعه القطه اللي عندك. طبعا. زائد ان انا بحاول على قد ما اقدر اتابع مع الدكتور اللي هو بيتابع الحيوانات اللي عندي، يقول لي على الادويه اللي هي بترفع المناعه، دايما بستخدمها بالذات الفتره اللي احنا فيها ديت دلوقتي. بنحتاج ده جدا، عشان انت عارفه ان هي المناعه هي الاساس، يعني قبل حتى الادويه او قبل الكلام ده كله. الليتر بوكس بالنسبه، انا هتكلم بقى لتخصصي اللي هو القطط. الليتر بوكس ده لازم. القطط دي عامله مشكله كبيره جدا، ده الناس قلقانه من القطط. انا عامله لك مداخله عشان تطمنهم، قول لي بتعمل ايه مع القطط؟ ازاي دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه ادهم، يعني خلينا طبعا احنا من اول حلقه وعمالين نقول ازاي نحمي، وبنقول في الوسائل، واظن الناس كلها عرفت ازاي تعاقم وازاي تطهر، ولكن تمام. انت دلوقتي لا قدر الله ظهرت عندك، انت عارف طبعا واكيد كمربي عارف ان مش ده اول فيروس خطر يهاجم الحيوان، او ليه اعراض تنفسيه، في حاجات كتير طبعا. ازاي بتقدر تتعامل مع حاله لو ظهر عندك اعراض تنفسيه، اعراض في الجهاز الهضمي؟ شكيت ان ممكن لو ظهر اي شيء عرض حتى لو بسيط، اول حاجه بعملها العزل.
لازم اعزل القطه ديت عن بقيه العزل. القطط اللي حواليها لغايه ما يبان العكس. يعني لو القطه خلاص بقت تمام ارجع ارجعها تاني، وده بياخد معايا ممكن اسبوعين مثلا عشان ترجع تختلط تاني مع الايه؟ مع القطط التانيه. المطهرات، وطبعا مش الاسراف في المطهرات زي ما بيحصل دلوقتي، لان الاسراف في المطهرات ده ممكن انا يعمل عندي مشاكل احساس ان هو اللي هيعمل مشاكل اكتر في العين وفي الجهاز التنفسي، وممكن يسمم القطط ذات نفسها. يعني هي لو بالظبط لحست المطهرات دي وكانت نسبه التركيز بتاعتها عاليه، ده عالية. ممكن يعمل تسمم طبعا. دي حقيقة، لأنه غير الجهاز الهضمي في القطط هو أضعف جهاز، القطط طبعا حساسة جدا. طبعا طبعا، غير ان في بعض المطهرات بتبقى الريحه بتاعتها نفاذه، فبتسبب ان الجهاز التنفسي عند القطط ممكن يحصل له مشاكل، فبالتالي احنا نخاف ونفتكر ان دي الكورونا. يعني عارفه اللي هو دايما انت هتبقي مقلقه من اي حاجه بتحصل. دي حقيقة. فانا دايما بقول الاعتدال في اي حاجه بيبقى مناسب جدا. النظافه 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 اهم حاجه، وبتبدا في القطط من الليتر بوكس. الليتر بوكس لو على طول نظيف على طول الادوات بتاعت بس القطط مهندس اللي ادم، انا بتحمي بستخدمها. كل قد ايه؟ انا بحمي مره كل اسبوع، مره كل اسبوع، مره كل بتعرض اسبوع. الحيوانات للشمس وبالتهويه الجيده لازم طبعا، لازم لازم حتى في الشتاء. حتى في يعني الشتاء مظبوط. حتى في ناس مثلا مدارس تقول لك في الشتاء لا احنا بنقفل او كده، لا ده غلط. انا بالنسبه لي لازم فتره الظهر لازم الشمس تدخل للقطط، ولازم الشمس تبقى متعرضين ليها، لان ده بيفرق معاهم في حاجات كتير، اذا كان كتعقيم او حتى كالسيوم للعظم، يعني حاجات كتير. الشمس ليها فوائد كتير قوي بعيده عن موضوع فيروس كورونا او كده. حاجه تانيه انا عايز اقول لكل اللي بيربوا القطط بتاعتهم، انت القطه بتاعتك جوه البيت، يعني انت اللي جاي لها من بره لجوه، انت اللي يعني ممكن انت تبقى اللي هتجيب لها انت اللي تنقل الانفكشن، لها المشكله. مش هي اللي هتجيب لك الانفكشن. انت اللي هتيجي من بره انفكتد اوريدي، فلو انت انفكتد اصلا ما عشان مش كده، هيفرق عشان كده معاك باشمهندس القطه بنقول عندها ان ولا مش احنا عندها. لازم الحلقه كلها يا جماعه، لازم احنا طبعا الحيوانات طبعا احنا طبعا كمجتمع طبعا طبعا. بنأثر على بعض. وعلى فكره احنا كنادي الايكاتس عملنا مبادره انا كنت عايزه كل اشكرك المواطن. عليها. انا اسفه يا ادهم، ده هم دايما يعني مخرج دايما بيقول لي بالوقت، بحس ان انا بس انا عايزه اعمل حاجات كتير وعايز اسالك في حاجات كتير، معلش ومش عايزه الوقت ياخدني. واشكرك على المبادره اللي انت عملتها باشمهندس ادهم، كان من اصحاب الناس اللي عملت مبادره لانها تحمي او يعني احنا نادي تنبه الايكاتس الناس. دايما يعني دايما الموضوع الخدمي او المجتمعي لازم يبقى ليه دور قوي. المربيين المشهورين كلهم عملوا المبادره دي، لان هم طبعا انت عارفه ليهم فانز وليهم معجبين دي في حقيقة، قطتهم وكده، ونسبة متابعينهم عالية جدا، نسبه متابعينهم عاليه، فاشهر البريدرز في مصر كانوا عاملين المبادرة دي. المبادره ديت، وفعلا فرقت معانا جامد جدا، لان في ناس اوريدي كانت هترمي قطتها، وفي ناس كانت عايزه دي حقيقة، تتخلص منها دي وتطلعها حقيقة. تبني. ويعني اخر حاجه، عشان انا عارف ان وقتك طبعا بيبقى يعني قليل انا قوي في غصب عني، البرنامج، والله العظيم غصب عني. ابسط شيء لو انا عندي ابني او بنتي وجالهم اي مرض شور، انا مش هرميهم في الشارع، دي حقيقة، دي روح فاكيد انا زيها هعالجهم. زي يعني فاللي في عنده تعلق قطط جامد. ومربيها هو فاهم يعني ايه دي بالنسبه له. ممكن اللي بيتفرج علينا من بره يقول مثلا الناس تافهه او مش فاهمه، لكن اللي لا مربي لا، بيحس اللي مربي احساس حاجة تاني أكيد خالص. عارف إن دي روح، وأكيد تمام ليها حقوق عليه. بشكرك جدا جدا يا لا باشمهندس. العفو. هيبقى في مداخلة تانية وهيبقى في أسئلة تانية كتير، وإن شاء الله تبقى معانا المرات اللي جاية عشان تجاوب على أسئلة الناس. بشكركم، مفيش وقت أقول أي حاجة غير إن اطمنوا واهدوا، ويا رب المرة الجاية أشوفكم يكون الوباء ده انتهى تماما، ونكون كلنا في أحسن صحة وأحسن حال بإذن الله. أشوفكم على خير.